هذا ورفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أسماء آيات التهاني والتبركات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بمناسبة نجاح قمة الرياض. الصالح أشاد بالقرارات الحكيمة التي تمخضت عنها القمة، خاصة فيما يتعلق بالبدء بمرحلة جديدة من التعاون والتكامل الخليجي، والتي تمثلت بإعادة سفراء البحرين والسعودية ودولة الإمارات إلى الدوحة. ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن مشاركة العاهل المفدى في هذه القمة وحرصه على الدفع بالعلاقات الأخوية مع الأشقاء في دول مجلس التعاون هي الضمانة الأساسية لاستمرار هذه العلاقات ومتانتها وتطورها يوما بعد يوم.